سادة مشاهدين، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من ليكيب. كان اليوم على وقع ترشح تاريخي للمنتخب الوطني التونسي، أقول تاريخي خاطر أول فوز للمنتخب التونسي على حساب المنتخب الغاني في تاريخ مسابقات كأس أفريقيا. منتخبنا باش يواجه إن شاء الله في مقابلة ربع النهائي إن شاء الله منتخب مدغشقر. معكم اليوم استمد في تعويض الزميلي حيدر الشيرن الغيب، التزامات أيضا شخصية موجود، لكن موجود معنا بقية البلاتو سنستو بهم. خالد المولي، أهلا بك. أهلا إسلام، مرحبا بالسادة الحضور بالسادة المشاهدين. وليد الهيشي، صباح الخير. مرحبا بك إسلام ومرحبا بالحضور بالسادة المشاهدين كالعادة. كيف جمعنا الليلة سيدي فال جدي، شنو حالك سيدي فال؟ والله فرحان، فرحان خاطر الإكيب الناسيونال ترشحت، مرحبا بك وكافة الحضور، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. أبو بكر الزجوني، شنو الأمور؟ مرحبا بك، مرحبا بالزملاء، مبروك لتونس بهذا الترشح. ان شاء الله تعدى حصه حلوه اليوم في ظل الترشح التاريخي للمنتخب التونسي. موافقني كي قلت ترشح تاريخي معناك؟ طبعا المنتخب الغاني يعني سبع مرات يعني ترشحوا عليها، حاجه باهيه تحسب لهذا الجيل من اللاعبين على مباراه اليوم، وتحيه لهم اللي فرحوا الشعب التونسي الكل. نبداو دونك نحكيو على المقابله، نبداو مع خالد الموالي. خالد، كيف شفت الماتش اليوم؟ شوف والله هو من بعد ربح تنجم برشا حاجات نجم تنساها من الماتش، سورتو اللي هو تلعب على 120 دقيقة، لكن اللي قعد في ذهني هو لونفي الكبيرة يلعبوا بها الأولاد اليوم، الإصرار، الديباسمون دو سوا، سي با فاسيل من بعد بريمي تور بالشكل هذاك تلعب 120 دقيقة وتتعدى بظروف خايبين في الماتش. سارتان مومون خلينا نقول ونكونوا صريحين، في لي مومون فور نتاع غانا كانوا اكثر منا في الماتش نتاع اليوم وعلى طول ال 120 دقيقه. مع هذا كنا يعني فما اصرار ان نخرجوا بالماتش مالغري انه نسجلوا هدف ضد المرمى نتاعنا في ال 90 دقيقه، ولهنا ممكن على المستوى الذهني اي فريق يتمسرتو اللي صاروا دي شانجمون بريسك للماتش وفاه. دونك لهنا حتى على المستوى التكتيكي لقينا صعوبات في ال 30 دقيقة نتاع لي برولونغاسيون، يوريك مرة أخرى اللي فما إصرار كبير، وهذا اللي نحيو عليه الملاعبية على الجود لي فور الناس الكل، والإصرار هذا وال يعني ديباسمون دو سوا مونتال سورتو خلينا نمنوا برواحنا لآخر الماتش. وصلنا للبينالتيات ومن بعد الحقيقة لابليكاسيون نتاع الملاعبية الكل سورتو لي تيرور اللي اكسبسيونيلمون الناس الكل اليوم عطاو الكرة حقها. فاروق كيف كيف عمل عليه نحل البينالتي اللي يلزم، ترشح تاريخي، ترشح يفتح لنا ابواب نتاع الكوب دافريك بكلها، خاطر اليوم نلعبوا نحبوا ناكروا في لانكاردو فينال باش نلقاو مورسو اقل من غانا، لكن لازمنا نحترموه. دونك اليوم رينا وجه مرضي الحقيقه ضد منتخب اللي خلينا نقولوا ممكن كنا نتصوروا اللي هو نقص، لكن غانا ورات لي تقعد ديما غانا منتخب كبير ويقع ديما انجاز انك تربحوا وتخرجوا من كاس افريقيا. وليد، كيف شفت الماتش اليوم؟ نجموا نفرحوا بالترشح ولا شوي شوي المردود ما كانش ولا بد؟ ما نجموش ما نفرحوش، معناها انا كما اي تونسي فرحان اليوم بالكاليفيكاسيون معناها نتاع ليكيب ناسيونال. سيرتينمون معناها ديما شوف ديما في النجاحات فما الحاجه الباهيه وفما الحاجات اللي تو نحكوا فيهم من بعد. لكن اهم حاجه وحكينا فيها معناها في الحصص اللي تعدات تشوف لونجاجمون اليوم وتشوف كما قال خالد الاصرار نتاع الملاعبيه وهذا اللي حكينا فيه، ظهر الميساج وصل وهو تحكي معناها مش يستناو فينا احنا ولا في ناس اخرين باش يقولوا باش يسمعوا باش هما باش يطبقوا، لا الملاعبيه حسوا بالمسؤوليه اليوم وهبطوا معناها ديسيدي باش يفرحوا الشعب التونسي ويفرحوا رواحهم على خاطر ابريتو ما يستحقوش. معناها كشفت معناها كفالور نتاع جمعيه وكجوارات ما الحقيقه ما يستحقوش باش نخرجوا. معناها تشوف اليوم على لونسومبل دو ماتش معناها صحيح الزوز جمعيات اليوم لي دوز ايكيب ما كانوش في 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 معناتها في كامل قواهم، لكن المنتخب التونسي باللونجاجمون بالجرينتا اليوم هو اللي عمل الفارق والحمد لله كاليفيكاسيون ميريتي. سيفا الحمد لله الرجة نفسية صارت بعد ما قلنا أنه في ثلاث مباريات وصلنا الأسفل اليوم وما كان منتظرا، لأني أنا شخصيا كنت منتظر أنه تكون فما ردة فعل بالطريقة هذه، ردة فعل جماعية الحقيقة. أنا اللي يهمني أكثر حاجة هو أنه الفريق وصل للهدف وهو الترشح، وهذا
علاش ماشيين الكوب دافريك؟ احنا مش ماشيين حاجه اخرى، ماشيين الكوب دافريك باش نوصلوا الى مستوى اعلى ونوصلوا حتى للنهائي ولما لا الفوز باللقب هذايا. ممكن هذا؟ حوجك باش نفسر لك بالتدقيق. لما تكون انت في البدايه بخلل في ثلاث مباريات وتصلح جزء منه في مباراه رابعه، هذه بادر من بوادر الخير، ما صلحتش كل شيء لكن صلحت حاجات. على شنو تحكي؟ شنو الخلل اللي تحكي؟ حوجك مثلا لما تشوف فما تجاوز المهمه عند اللاعبين سكون ابل لو ديباسمون دو فونكسيون، هذا ما كانش موجود في المقابلات اللي فرض، اليوم موجوده. كي تشوف انت ان اريير كابابل باش يعمل ديباسمون ويوصل يعطي التوزيع اللي شفتها، كي تشوف انت المساكني اللي ما عندوش امكانيات دفاعيه كامله يوصل ياخذ ورقه صفراء على خاطره يدافع مع الفريق، وقت اللي تشوف انت شو اسمه الخنيسي استرجع الامكانيات نتاعو في الاكسبلوزيفيتي على غير الهدف وغيره، وقت اللي تشوف انت رغم السيطره للفريق الغاني على مستوى الكرات الثابته اللي خلقها في الشوط الاول تقريبا في 20 دقيقه كانت عنده اكثر من 8 كرات ثابته، والفريق ما نقولش كان ممتاز لكن وصل وقف متصدي للحاجات هذه. هذا سيت اون سوليداريتي سيت اون فالور اجوتي، حاجه ايجابيه، مش معناتها الفريق نضج لا، لكن حاجات يبنى عليها بقيه المشوار. ثم اللي يهم اكثر هو كون ما تنساش الفريق الغاني النضج التكتيكي نتاعو يفوتنا بكثير بحكم عنده 7 لاعبين من الفريق متمرسين مع بعضهم منذ تقريبا 2012 ولا 2013، احنا ما تلقى كان لاعب وحيد اللي هو المساكني كان موجود من نسخه 2012، يعني تقريب فريق جديد. وقت اللي الفريق هذايا يقع كيما نقولوا احنا سوليد رغم الديفيكولتي اللي عاشها بار مومون في الشوط الثاني لما صارت تغييرات ربما واحده من التغييرات اللي كان فيها خلل، لكنه الفريق وقعد. وقت اللي شفنا فما خلل كذلك في قلب الدفاع في بعض الاحيان في الرولونس اللي كانت رولونس ماهيش ولا بد فما كور تعطاه للمنافس، رغم ذلك سيت فولونتي هذه العزيمه هذه خلت الفريق برغم انه الخطا اللي قام به حارس المرمى وقبلنا عليه هدف بدائي لانه كره كانت على كره ثابته تقريبا في السماء كان من الاحر من كان ينجم يخرج الحارس وياخذ ياخذها أو كره الهدف اللي هاي سجلها البدوي، لكن رغم ذلك العزيمه ما تحتش واللاعبين قعدوا يناضلوا وقعدوا معناتها بعزيمه خلتنا نوصلوا لضربات تركلات الترجيح اللي هزتنا. انا نقول اليوم حاجه هامه جدا يلزم الفريق ياخذ منها الايجابي، الايجابي هو كون فريقنا بدا فما حاجه هامه راهو ما لاحظتوهاش، الخزري وسليتي كانوا خارج ال11 في بدايه المباراه، لكن دخولهم اعطى اون فالور اجوتي، اسكو سي با اون فاسون دو فوار لي شوز اوترومون؟ سي كو بوتيتر الخزري شفناه الدخله نتاعو كانت كما يجب كما يجب، الإضافة كانت واضحة 100%، سليتي بلوز أو لكن حسب رأينا هذوما نقاط وجب أن الإطار الفني يحل مليح عليهم العينين ويحاول يقراهم بكل إيجابية، لكن مازال السلاسة سلاسة الفريق فيما بعضه وخاصة اللي قعد أكثر اللي قعد أنا بور موا سي اون ديفيكولتي دي كون ريكوبير لا بال حبر ما نفتكوها نعطيوها المنافس بسهولة، فما عمليه الهدف والعملتين اخرين قمنا بهم بتحرك جماعي، هذايا سيتون ديناميك اللي عندنا موجوده في الفريق يجب ان نلقاها ويلزمها، خاصه احنا عملنا جمع حضرنا فيها الفريق استرجع امكانياته على المستوى الذهني مما لا شك فيه، الشيء اللي خلاه يوصل للطرف، يعني ذهنيا انا نقول الاطار واللاعبين وصلوا يكونوا حاجه هامه، لكن سور سور الكوتي تكنيك على الجانب الفني يا اونكور دي ديشي، وقت اللي تشوف الترويض نتاع اللاعبين في الكوره يضيعوا فيه كثير وقت ولا يكون في بوزيسيون كسوا في قلب الدفاع ولا في وسط الميدان باش تعمل هاك ترانزيسيون رابيد، ضروره انك لما تروض الكره تروضها في اتجاه صريح باش تسرع بها اللعب، هذا ما صارش، خلى الفريق نوعا ما يكون في تمرير عرضي، خلى فريق غانا يسترجع كرات، خلانا ما نوصلوش بسرعه لعمق دفاع الفريق المنافس، هذوما حاجات لا لازم يتصلحوا، علاش؟ خاطرهم ديزابيسي دو فوت واحنا قادرين نعملوهم لان عملناهم في السابق، وهذا هما اللي يخلقوا الدونجي وخلقوا، فما نقطة أخيرة نحب نقولها هي كون الخنيسي قعدت على سور ما فان، سو جوار اللاعب هذايا قاعد يعني في كل مباراة ما يعطيش ان فليشيسمون، ما يعطيش نتاع نزول في المردود، رغم ذلك يلقى روحه خرج، هذه سؤال مطروح لأنه في تقديري لا فقط قاعد يسجل لأنه يعني سجل هدف قاعد كذلك يدافع، شفتوا في الكرات الثابته كور بالراس خذاهم في الكرات الثابته والكرات الهجوميه، فهذه
يزم نحلوا عليها عينينا مليح. مش معناتها يعني النجم نكون مهاجم والنجم نكون نعطي لاسبي ديفونسيف بالمهاجم تاعي هذاك، فهذه حاجه يلزم نحاولوا انه نزيدوا نقراوها اكثر. باش نحكيوا على هذا الكل سي ريفا باكثر تفاصيل بعد شويه. سي ابو بكر نحب نعرف اسكو لونفي اليوم اللي حكى عليه سي ريفا هو اليوم اللي جاب الماتش اكثر من اي حاجه اخرى؟ بالطبيعه هذا راجع على ثلاثه مباريات اللي نرجعوا لهم الاولانيين والنقد اللي صار بالنسبه للاعبين تاع المنتخب الوطني. اليوم حاسوا بالمسؤوليه، اليوم حتى في الصوره تحس اللي حتى في ذاك الاحتياط المدرب ماهوش وحده، مش كيما المباراة الثلاثة الأولانيين تفرجوا في جيريس اللي هو قاعد وحده، شفنا اللي صورة حلوة ياسر اللي الطاقم الفني الكل مع بعضه في الدكة يتشاوروا مع بعض، شفنا اللاعبين معناها تحملوا المسؤولية نتاعهم، ما فما حتى لاعب اليوم سواء على دكة الاحتياط ولا حتى على اللي يلعب فوق الملعب بخلوا على المردود نتاعهم بأي نقطة عرق، هذه حاجة إيجابية. صحيح تعدينا بمراحل حرجة في المباراة، لازم فما زاده فما حاجات نقاس لازم نحكيوا عليهم. انا مثلا كي شفت المباراه اليوم التغيير نتاع البدوي معناه هو معناه ضعنا شويه، حكيت مع سيريدا معناه فما ديزيكليبر صار في ليكيب، معناه كي تشوف انت غانا راهي تلعب تسعة لاعبين. باش نحكيوا على التفاصيل هذا من كل، حبيت ناخذ من عندكم كلمه اولى عامه وجيرال على الماتش قبل هذا الكل. الماتش اللي قلت لك الماتش معناها تو ليكيب ناسيونال بالربح هذا باش تزيد تحسن اكثر المردود نتاعها ان شاء الله، باش تكون ديما معناها كي تبدا انت رابح وتصلح خير ما تبدا نتائج سلبيه وتصلح. كيف عشت قبل الماتش اليوم؟ ستريس؟ بالطبع كيما تونس الكل عشنا ستريس، عشنا معناها حبينا الفرحه تكون والحمد لله الفرحه جات معناها. وما تنساش المنتخب التونسي راه تعدينا باربع تعادلات فما حتى انتصار وهذه حاجه ايجابيه، معناها فريق معناها اربع تعادلات يمر للربع النهائي ومش اول مره نروحوا نمشوا للربع النهائي، توا الطموح نتاعنا هو النصف النهائي وكان لازم الفينال وعلاش ما نزلوش الكوب، هذا الطموح قادرين اللاعبين. شفت معناها انت مصر، شفت المغرب، معناها قعدنا احنا والجزائر توا في باركور الدول العربيه الوحيدين، ان شاء الله نكمل الباركور نتاعنا فهمتني ويقدمونا نفس المردود وما اكثر من اليوم ان شاء الله. كلنا عاشنا ستريس كما ابو بكر الزيتوني قبل الماتش، واكيد كان التوانسه اللي في مصر عاشوا ايضا نفس ستريس هذا. نشوفوا كيفاش كانت الاجواء قبل المقابله من الجماهير التونسيه في اسماعيليه، ثم نتابع هذا الفيديو ثم نعود. احنا التوانسه ما عايشين في الكويت، ان شاء الله مربوحه ان شاء الله. اجينا من الكويت باش نحضروا ماتش تونس، اي ان شاء الله مربوحه. اليوم باش ننتصروا اليوم بحول الله، ولازم ننوروا تونس منه ومنا بحول الله رب العالمين. كنشوف الجزائريه كيفاش يجوا بال 10,000 متفرج، وتشوف الدوله نتاعهم كيفاش موفره لهم ما نعرفش كل شيء معناها واعد، انا نتاسف. نشوف علاش كان احنا معناها هكا. رجعنا لكم من جديد في ليكيب كان نحكيو على ترشح منتخبنا اليوم وفوزه على المنتخب الغاني بالبنالتيات اليوم بعد نهايه المقابله في وقتها القانوني 1-1. سي ريفا نبدا معك التشكيله والاختيارات اليوم، حكيت قبيلك خصوصا على الشواء نتاع انه يبدا الخزري والسليتي على بنك الاحتياط. فعلا حكيت على الجانب هذايا اللي انا حسب ريان الاختيار ماهوش غلط. علاش؟ لانه ميمسي المساكن من جهه والبدري من جهه اخرى ما عطاوش بيركسيون كبيره على المستوى الهجومي، لكن اللي واضح هو كون عطاو اون سوليداريتي اجوتي، يعني عطاو لحمه اضافيه للفريق. واحد بالليماج كي الفيكول اوتونكو كابيتان، الصوره اللي عديها اوتونكو كابيتان للفريق، شفنا اللي حتى في الكومبورتمون تاعو المساكني كوم تيتولير كان في التصرف نتاعو يعطي حاجات ايجابيه، دي زون بوزيتيف للفريق. يعني لما تشوفه هو كيفاش يتصرف في افتكاك الكره تقول انا يلزمني نعمل مجهود، لانه اللاعب هذا ما عندوش خاصيه دفاعيه وقاعد يحارب. دونك هذه هامه جدا. ثم الاختيار نتاع ثلاثه، وانا قلته في السابق ينجم يكون صحيح ثلاثه في وسط الميدان دي مومون يكونوا موظفين بطريقه صحيحه، حيث انه شفنا في ال 20 دقيقه الاولى نتاع المباراه خذينا اللاعب تقريبا 10 دي مينوت ولا ميم با، ومن بعد
الفريق الغاني هو اللي خذا بزمام الامور وجاب كره ثابته متتاليه. اليوم كانوا موظفين بطريقه صحيحه ثلاثه ولا لا؟ لا هاوجك باش نقول لك اللي عملوه صحيح. تعرف شنو سيكو الاثنين وكاسو رقم 11 وبارتي رقم 5، انا اللي عجبني مليح هو كون ما نجموش يعطوا امدادات كرويه للخط الامامي، دونك ايزيتي اوبليجي جوارات نتاع غانا باش يستعملوا في كثير من الاحيان كرات طويله. صحيح وصلت الكرات هذه، وصحيح خاصه على الاطراف جابت كرات ثابته لانه دفاعيا ما كناش كما يجب، لكن اللي يهمني اكثر هاك الديناميك كوليكتيف نتاع غانا بالترانزيسيون بكرات قصيره يعني سريعه ما صارتش، وهذا في حد ذاته يعتبر نجاح في ثلاثه في الوسط. نجاح مش كلي لكن نجاح جزئي. الحاجه الاخرى اللي شفتها انا على مستوى دفاعي هو كون شو اسمه سخيري في وقت من الاوقات امام الدفاع تمكن من انه ما يخليش ايو رقم 10 يكون متصرف كثير في الجانب الهجوم، لانه الامداد تاعه دائما يكون طيب، كان قريب الخط قلب الدفاع وهذا في حد ذاته حاجه باهيه. ميم سي سخيري سي با سخيري كون اتون لو ديباسمون دو فونكسيون، وخاصه الوصول الى منطقه الجزاء ما شفناهاش اليوم بالنسبه لسخيري، ما كانتش موجوده. الفرجاني كذلك في الجانب الهجومي تاعه ما كانش كما يجب، لكن اذا تشوف من الجانب الدفاعي على الاقل تمكننا من الوقوف سد منيع الشيء اللي ما خلناش نقبلوا اهداف. لكن الاخطاء اللي عملناها وين واللي خلت ربما الضغط النفسي يكون قوي هو كون بالتشكيله هذه قبلنا اللعب في منطقه قريبه للميدان تاعنا، الشيء اللي خلانا نعمل كرات ثابته كثيره ركنيات. الشيء اللي داير هنا باش نحكي على الركنيات الدفاعيه، ثم حاجه امبورطونت هامه في كل ركنيه دفاعيه من المفروض وقت اللي انت اقوى مني بالكرات الراسيه ولا الفضائيه ومانيش باش ناخذها معاك، فما مبدا هو ما يسمى بالبلوكاج، نمنعك انك تنقز، نمنعك انك تطلع وبسلام عليكم، نعرف اني مش باش ناخذها معاك، حتى كي تاخذها وانت معوج، وصارت مره ولا اثنين، لكن البقيه خذاوا عده كرات منهم واحده جابت كره على العارضه كانت تكلف بهدف. هذا اللي يعتبر نجاح. وين الحاجه اللي ربما في الرسم التكتيكي اللي انت سالتني عليه ما نجحناش فيه؟ انا كنت نتصور انه بالطريقه هذه اللي غطينا اكثر الاروقه بالبدري والمساكني وعندنا خنيسي كي رابيد وخاصه نزلنا اللوطه مليح بالصخيري خاطر قريب للمدافعين، كنا من المفروض انه الانتقال تاعنا نحو هجمه سريعه تكون اكثر وضوح وتكون اكثر رابيديتي. علاش ما صارتش؟ مش على خاطر ما حبيناش نعملوها، نقول لك علاش، على خاطر مرياح وبراون في الامداد الكروي تاعهم ارزان برشا في التحول الهجومي، يعني في الترانزيسيون اوفنسيف يقعد يعمل كنترول وساعات بدنه يكون مش موجه كما يجب يضيع وقت باش ما نمشيوش رابيد. اثنين حتى في وسط الميدان الفرجاني ساسي والسخيري كذلك كراتهم ما كانتش وضوح بشكل انه يحطوا المساكني في وضعيه هجوميه تجاه المرمى او الخنيسي بالسرعه نتاعو في عديد من المرات، حطوها في بعض المرات لكن مش ديما. هذاك علاش ما وصلناش كثير المرمى في الفريق المنافس، لكن لو ميريت كمان يرجع لمدافعي فريق غانا اللي كانوا شرسين، الشيء اللي سبب لهم في ورقه حمراء في وقت من الاوقات للمدافع نتاعهم ولعبوا بتسعه، وهنا صارت لخبطة على مستوى تكتيكي. لما كان الفريق الغاني يلعب 9 لاعبين وإحنا نلعبوا ب10 كنا نجموا نستغلوا الجانب هذايا كما يجب، خاصة أنه ما ننساوش المباراة صارت مدة 35 دقيقة 10-9، من المفروض لو كنا أكثر حنكة كنا نستغلوهم كما يجب ونكونوا أكثر فعالية هجومية. واضح. قاعدين نشوفوا في التشكيلة على الشاشة خالد، تعتبر هذه التشكيلة لقاها جيريس أونفانج منقول لقاها التشكيلة مثالية للمنتخب ولا مازال فما تروشيك؟ مش نقول لك هو التشكيله اللي ربحت هي نورمال احسن تشكيله ديما. اهم شيء انه اللاعبين اللي يلزم في وسط السيستم اللي يلزم اختار باش يلعب 3 لاعبين وسط ميدان، صخيري قدام الدفاع وكيما شعلالي وفرجاني ساسي دو جوار لاير. سي فري كل واحد والبوست نتاعو، كل واحد يعني هذاك البوست دو ميتي نتاعو، اختار باش يلعب البدري خاطر يعرف الخطوره نتاع الارير غوش نتاعهم بابا سان جوار اوفنسيف ويستحق لاعبي باش يعاون كشريده ومام تو ما يخليش الشعلالي ديزون من وسط الميدان. كيف من يعني الناحيه اليمنى نتاعهم لهنا ممكن من المرات القليله نشوف يوسف المساكني يلعب بريسك في الساز مات ساكونتر نتاع تونس وفي الكوره، ممكن هذا اللي عاوننا ديفونسيفمون مي اوفونسيفمون خلى لي ترانزيسيون نتاعنا ما يمشيوش كيما يلزم خاطر نلقاو جوست ياسين الخنيسي وحده القدام وقت نعطيه الكوره دوزيام ليني تلقى مشكله بويسك اللي هي الكل هدافع نلقاو مشكله باش دخلت
ياسين الخنيسي ونبنيو الهجمه نتاعنا. دونك هنا المشكله ممكن اللي وقت اللي تلعب يعني اون ديف يعني اون ديفونس باس اوتوماتيكمون باش تلعب بالكونتر اتاك والا لاتاك رابيد لازم دوزيام ليني تدخل وقت اللي تبدا تدافع وديجا لي دو جوار كولر نتاعك يتبعوا في لاتيرو وقتها تصعب الترانزيسيون. دونك تشوف حتى الهدف نتاعنا برسك يعني تسجل على 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 يعني ديكالاج من لاتيرال من جوار لاتيرال باش هو عمل السنتر والخنيسي. دونك اون اتاك بلاسي بلوز او موا. وتشوف حتى الشوط الاولاني الفرص اللي خلقناهم كل شيء لين يخلط كشريده ويخلط الحداده باش تصير باش تصير لا ديفيرونس لهنا. ممكن هذا اللي ما نجحناش فيه لا تاك رابيد وسي نورمال بويسك لي دو جوار كولوار نتاعي قاعدين يتبعوا في لاتيرو نتاعهم. حاجه اخرى ممكن هذا اللي عجبتنا اليوم في المنتخب هو لونتام دو ماتش ما كانتش متسرعه. لي ديفونسور نتاعنا رغم الضغط اللي عملوا المنتخب الغاني وحتى دو اتاكون من الاول باش يلومبيش السورتي يعني الرولانس دو لا بال مع هذا اكثر يظهر لي في اكثر الحالات نجحنا نخرجوا الكره صحيحه لكن ديما تقعد وقت توصل الخنيسي لهنا يلقى روح الخنيسي واحد يا كونترا يا دوزيام ليني ديما فيها المشكله. لكن على الانسومبل دو ماتش الحقيقه لونفي سورتو ديفنسيفمون الملاعب الكل سونز اكسبسيون قاموا بالواجب نتاعهم. موافق سيريدا انه لا ترانزيسيون نتاعنا سورتو في وسط الميدان فيه برشا ثقل. سرتم ما خسرنا برشا كور غايلان سورتو فرجاني خسرنا برشا كور اللي كنا نجمو على الاقل لو نجحنا في 50% منهم كنا نخلقوا اكثر فرص. نقعد هذا ماتش دو كوب في الاخر الريزلتا هي اهم شيء. تنجم تلعب ماتش خايب وتربح وهذا المهم. غانا اليوم زاد اينو با دي ميريتي راهو على الماتش اللي عملوه في سرتان مومون كانوا ضاغطين علينا ضيعوا كور زاد كبار ياسر. لكن كيما قلت لك الكونسنتراسيون اليوم فريمون كانت كبيره ياسر. مالوريزمون ضيعناها في الهدف التعادل خاطر ممكن باكثر كونسنتراسيون كنا نجموا نربحوا الماتش في 90 دقيقه. لكن مع هذا اللي ممكن كيما نرجعوا ديما للاصرار نتاع الملاعبين اللي نحييهم اليوم اللي نون با لاشي رغم اللي سي با فاسيل راهو تقبل هدف في 90 دقيقه. المنافس سيتان دو سو مونتال هذا اساسي سور وانت تقعد كونسنتري وترجع وتخلي الماتش يمشي للاخر. دونك تحيه كبيره للملاعبيه. من بعد سوكي سور باش تعاود الستار الفني يتفرج في الماتش باش يشوف شنو هما النقايا شنو لازم نصلحوا. وسوكي سور الكونتكست تاع ماتش مدغشقر ماهوش غانا. مدغشقر باش تلقى يعني اون ايكيب اللي باش تستناك دونك لازم تلقى الحلول عكس غانا اليوم اللي اكثر الوقت كانوا في الشطر الميدان نتاعنا واحنا لي ترانزيسيون نتاعنا ما نجحوش. دونك من هنا الوقت سكو ياسور الاطار الفني عنده برشا خدمه باش يصلح على الاقل مش باش يصلح باش يدخل في كونسنتراسيون نتاع ماتش ديفيرون بارابور اللي لعبنا اليوم. وليد ديما نحب نحكي معاك على الاختيارات نتاع جيريس اليوم في المقابله. اذا كان يختار يبدل في الاتاك وفي الوسط فانه اختار ستابيليتي في الدفاع. ديما الاربعه ملاعبيه ما يتبدلوش ولو انه فما كان كلام على ام بن محمد كان نجم يهبل. وانت بيدك البارح حبيت قلت حطيت في تشكيلتك ام بن محمد هكا ولا خالد خالد وانا قلت له معناها الفكره نتاع ام بن محمد تنجم تكون فكره باهيه. كيف شفت ستابيليتي اختار الدفاع؟ ظهر لي كفما رضا على قد قاعد يقدم فيه الدفاع ولا كيفاش بالضبط؟ علاش اختار ما تحافظ على نفس الملاعبين؟ والله دون لونسومبل فما رضا. اما كي انت معناها اليوم كي باش تجي باش تختار لابير معناها في اللاكس باش تلقى ياسين مرياح وديلان برون هما معناها الزوز اللي اكثر كومبليمونتير. خاطر لا تنجم تحط ناسي مهنيت لا تنجم تحط البدوي اللي البدوي معناها لعب الماتش الاول ارير لاتيرال ومن بعد قعد على البنك وديجا الدخله نتاعو اليوم معناتها مش باهيه برشا ماهيش باهيه برشا. دونك ديما باش تلوج انت على الكومبيتيتيف وعلى الستابيليتي باش تلقاها ما بين مرياح وديلان برون. وبالنسبه للكشريده كيف كيف ثبتوا معناها على اليمين والحدادي زاد كيف كيف عملت رو ماتش. بون الحدادي سور بلون اوفونسيف صحيح معناتها ما يطلعش برشا ولابور نتاعو ماهوش معناتها ما يطلعش برشا لكن او موا معناها سو لو بلون ديفونسيف قاعد يقوم بواجبه فهمت. لكن فما نقطه حبيت نحكي فيها بالنسبه لي انا اهم حاجه اليوم داكوردو بوتيتر سو لو بلون تكنيك وتكتيك فما دي لاكون ديما وفما معناها مارج دو بروغريسيون. خاطر انا بالنسبه لي الملاعبيه اللي في المنتخب معناها
عندهم ماتوريتي تكتيك، ما همش اليوم باش يجيو يتعلموا كيفاش يقفوا. لكن اليوم اللي كان لازم يصير وكنا احنا معناتها حبينا نشوفوه هو لونجاجمون، هو الجرينتا كاللعب الرجولي نتاع الفريق نتاعنا. الحقيقه معناها ساعات راه ما تقعدش تلوش في حاجات شبيه ما لعبش ولا شبيه كذا، ساعات بالنسبه لنا احنا يكفينا. وديجا البارح حكينا قلنا بالنسبه لعامه الناس يشوف انا واحد من الناس الحقيقه اليوم كان الله لا يقدر، معناها كان الله لا يقدر انسحبنا وكنا نجموا ننسحبوا كوره هذيك. ما كنتش معناتها كنت نتقلق ياسر، أو ما كنتش نلوم الحقيقه كيما بوتيتر كنت نلوم كيما قبل، معناتها عشت في فترات اللي شفت المنتخب التونسي ولا انا كنت موجود معناتها لومت شبير روندمو هكا. اليوم ما كنت نلوم حتى ملاعبي الحقيقه بوتيتر كيلكوزان اللي تو نحكيو من بعد معناها في فما ديبوان معناها باش نوضحوها من بعد. تحكي معاذ حسن تو نجيهم من بعد. ابو بكر اليوم نحاولوا حاولنا نخرجوا بالكره نظيفه كيف كيف، ما شفتش برشا تاتيش يمكن خاصه في الشوط الاول. نحكي نجم نقولوا بدينا نلقاو اللعب نتاعنا ولا مازال شويه؟ شوف اللعب نتاعنا موجود من قبل، احنا قلناها المشكل نتاعنا او نيفو داتاك ريبلي ديفونسيف. شفنا مع مالي بريمي تون اكسترا اوردينير، شفنا الخزري، شفنا لين داتاك، شفنا السليتي، شفنا الناس الكل ترجع للدفاع. هذه القوه نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا. اليوم شفنا فريق كامل، شفنا المساكني كما قلت، شفنا حتى الخزري كهبط، شفنا البدري، شفنا الناس الكل، شفنا ما شاء الله الخنيسي زاد اليوم عمل مقابله كبيره برشا، عطى دفع برشا لزملائه، كعمل مباراه بطوليه. اللاعبين الكل معناها قاموا بالواجب نتاعهم، وهذه ليكيب ناسيونال نستناو فيها، لانه يعني شفناها حتى في المباريات الوديه. الاتاك نتاعنا معناها عندك ثمانيه وي جوار في الاتاك، اي واحد ينجم يلعب. المهم اللي كونك انت تكون عندك الرغبه وتكون عندك الجرينتا وتعاون زملائك بك ريبلي ديفونسيف. الثلاثه خطوط نتاعنا وين تكون متقاربه مع بعضها تكون ليكيب ناسيونال نتاعنا ما شاء الله. يعني اليوم ما تنجمش قلت لك حتى لاعب تلومه على المردود كما قال وليد، حتى لو كان انسحب على قدر اليوم المنتخب التونسي ممكن حتى الشعب التونسي يكون راضي على المردود اللي قام به، لانه فما حتى جوار اليوم خلع المنتخب التونسي بنقطه عرق وكلهم لعبوا. معناها راك تشوف يعني حتى اليوم شفنا الصور ما طورناش ترشح، شوفوا وين كنا وين اصبحنا، شوف الدكه الاحتياط، شوف اللاعبين كيفاش يتحمسوا، شوف معناها الناس الكل كانت جروبي مع بعضها، وذاك هو جو المنتخب التونسي. النتائج تجي بعد، صحيح ترشحنا فما نقائص فما اخلالات، لكن كي تترشح مع الاخلالات ممكن تبدا تصلح في جو، يبدا جو طيب وجو باهي ممكن تقدموا اكثر. هذه اللي يهمه المنتخب التونسي. سيفا اليوم شفنا حاجات ما شفناهمش في المقابلات الاولى، نحكي حتى مش على الميدان، نحكي مثلا شفنا ستاف تكنيك يحكي مع بعضه، شفنا مثلا في الهدف فهي بن بلقاسم يعنق في جيريس. النجم نقولوا تبدلت شويه الاجواء ولا ما كان الظاهر هذا اللي كان من الاول صاير؟ لا انا باش نفاجئك الكل، لا مش فاجئك الكل، هذا كان موجود من الاول، التشاور موجود من الاول. ما نجمش يكون اطار فني ما يتشاورش. هي شنو هي الشغل في فريق؟ هو انك لما تمرن الفريق كل واحد عنده جزء من المسؤوليه. اما احنا في الانتربريتاسيون تاعنا في القراءه ونحاولوا نلقوا ديزيكسبليكاسيون من برا ماهيش صحيحه. شوف الفريق في السراء والضراء هو مع بعضه، الاطار الفني يشتغل وحده واحد مع بعضه. يعني بعباره اخرى وقت اللي فما اخلالات تهم الناس الكل، وقت اللي فما نجاحات تهم الناس الكل. مي احنا من برا صحافه ومحللين وجماهير نحاولوا نعملوا ديزانتربريتاسيون، او هذا عمل له ما سمعش. شوف انا بالنسبه لي انا جو سوي تري كونتون، فرحان برشا انه لي زيماج اللي شفناهم الصور نتاع سوليداريتي، نحكي جزء من الصور خاطر فما صور مش باهيه تو نحكيو عليهم بعد. سوليداريتي نتاع ديسكسيون نتاع كلام، فما زاد في بعض الاحيان حتى الديسكسيون نجم تعطي قرارات خاطئه. طيب انا نقول لك الدخول تاع البدوي في حد ذاته ربما ماهوش بالصوره اللي كانت منتظره. كنا نعرف انا ليدي سكو شفنا الفريق نتاع الغانا يستعمل كثير الكرات الفضائيه، البدوي اختصاصه بالراس نعرفوه مليح، لكن كنا نجموا نستعملوا وصفه اخرى دون ان نحاط نمسوا التوازن نتاع ليكيب، لانه توازننا كان باش بالاربع مدافعين ثلاثه في الوسط وثلاثه مهاجمين. كنا نجموا تو سامبلومون بتغيير فرجاني اللي كان تعب شوي، مش تعب في النهايه لانه ما عندوش نسق مباريات، نحطه في بلاصته العوض. تعب فيزيكمون تحكي. اي مش تعب بليز او موان كوريكت لعب الماتش، اما لما ما يكونش عنده نسق مباريات ثلاثه الرابعه اكيد انك ما تنجمش تكمل به بقيه نهايه المباراه. كنا نجم ندخلوا العواضي يكون هو الثالث
ونربحوا بالراس، اللي ما احنا حاجتنا بالديول ايريان، العواضي باهي في الكره بالراس، وبالتالي نخلو نفس التوازن دون انه نمس على التوازن هذايا. هذه فكره نجم يكون بن محمد يدخل يعطي اضافه، لكن ارتأى الاطار الفني انه يدخل البدوي، الحمد لله انه ربحنا دونك ايزون ريزون. ربي سامحني، معناتها البدوي في بالك احسن واحد معناها في ليكيب ناسيونال سو البرو ايريان رامي البدوي. هذا ممكن الناس ما تعرفهاش، وانت تعرفه. رامي نعرفه. رامي احسن جوار يضرب بالراس في 23 مليون. نعطيك حاجه اخرى، لا سنه ما كملتش. وخير ياسين مرياح وخير وليد. مش نقول لك حاجه. مش على العواضي، مش حكي لك على التبديل. ما نحكيلكش، مش على التبديل. مش معناتها البدوي خايب. البدوي سي الميور بيتور بالراس. انا مسكين، انا كي نشوف اليوم رامي بالحق. لا لا انا ما نمسش في رامي. لا لا انا معناتها خاطر باش نحكي لك على شونجمون تاع رامي، انا بالنسبه لي انا في بلاصته الحقيقه معناها. ها باش نفسر لك، ها باش نفسر لك. كيما كان يدخل كريم في الوسط ينجم معناتها. ها باش نفسر لك، ها باش نفسر لك التوازن كيفاش صار. انا مش على البونتو، البونتو ما نحملوش مسؤوليه. بادي تو لا لا ماهوش البدوي، البونتو عمل واجبه، خذ الكره بالراس، الله غالب، بل بالعكس يكون حارس مرمى يتحمل مسؤوليه كبيره في عمليه الهدف، لانه نون سولمون ما خرجش كره عاليه في السماء كان يخرجها، اثنين حتى تو خونا ابو بكر فسرنا اكثر لانه هو سبيسياليست في الحكايه هذيا، اللي ديبلاسمون تاعو كان غلطي. انا دفعت حبيت جوست معناتها على رامي ممكن سبق شويه. رامي ولدي تكتيكيا، لا هو ما شاء الله عنده كيف. رامي ولدي ومعه اربع سنين في الاتوال، وجو سي سي كالكان وفي ليكيب ناسيونال، جو سي كي كالكان كي تري فور. حتى كان هو ما شاء الله وليد نجم في الكره هذيك ما كانش موفق. لا لا هو مش بصلك عليه، كيف تبدا وريت الكره واحد يبدا يعرف شو معناها كره كيكا، يعرف اللي هو انا باش انا علاش قلت لك شوف كنا نلعبوا بثلاثه في الوسط، الصخيري قدام الدفاع وقدامه زوز ملاعبين اللي هم الشعلالي والفرجاني ساسي. النية نتاع الإطار شنو بدخول البدوي؟ الكرات الفضائية، وصحيح البدوي سي نوم كي تري بيان في الكرات هذه، لكن وقتها كي تخرج أنت يعني تدخل البدوي في بلاصة الخنيسي، شنو اللي صار حسب رأيك أنت؟ صار إضافة عامل أو إليمون في الخط الخلفي، أعطيت أون إمبريسيون بوزيتيف لليكيب أدفيرس، إيجا فوقي، لأنهم كانوا وصلوا يلعبوا بأربع مهاجمين، ما عادش كان في بالك. اثنين في الباكس وزوج على الجنب. زوج مهاجمين واثنين على الأطراف، رجعوا أربع مهاجمين، دونك أون دوني إمبريسيون لليكيب أدفيرس، فوني نو زونتاسي، إيجوا إحنا هنا التالي، في حين أنه لو عملنا القراءة أنه ندخلوا واحد الكرات الفضائية، صحيح؟ مش كيما البدوي، البدوي لي بلي فور، جو لو سي، مي عنده الصفة هذه، أون غارد لو ميم ديسبوزيتيف اللي هو الخنيسي نخليه في القمة، لأني أنا بالنسبة للخنيسي راهو عمل شغل كبير جدا في الهجوم وحتى في العمليه الدفاعيه وفي الكرات ثابتة. الكرات ثابته، هذاك علاش قلت لك خروجه ربما خلانا نتمسوا، لكن شوف نهائيا وهنا اجابه على السؤال تاعك، الاطار الفني اعطى دي زوند بوزيتيف، اشارات ايجابيه للفريق بالتصرف الايجابي على البنك على الدكه، فما تشاور، فما فرحه، فما ميساج بوزيتيف تعدى اللاعبين، وهذا هو اللي نطالبوا به، وانا نتصور الميساج هذا موجود، لكن رد بالك قراءتنا هي الغلطه في المباريات الخايبه، اون انتربريت لي شوز دون فاسون نيجاتيف، قولوا والله اللي طال فني مش قاعد يتشاور، مش صحيح، هذاك احنا نقراو هيك، هما قاعدين يتشاوروا، لكن ربي ما وفقش في حاجات، اليوم المشاورات اعطت حاجات باهيه، طون ميو، ميم سي الاخطاء دائما ترتكب حتى كي تنتصر، فما الاخطاء موجوده. والدور هو شنو هو انه في المباراه اللي بعدها نحاول نقص لو ماكسيموم الاخطاء لانها تقعد موجوده في المباريات كلها ماكش غدوه باش تكون بارفي يعني يلزمك نقص منها الماكسيموم بربي جوست حاجه برك انا ما لازموش نقولوا حاجه ونقولوا عكسها توا سيري ضاق اللي هم ولاو يلعبوا كاتر اتاكا في نهايه المباراه ايوه خليهم كات ديفونسور ما زيد لازم كي باش نعملوا سوبيريوريتي نوميريك ولا كيفاش في الدفاع عندي ان جوار ميليو نوخروا لتاني باش نوخروا يعني باش نعمل ان ديزيكيليبر في الميليو ما فهمتنيش شكون عنده الكاباسيتي باش يتنقل من الدفاع للوسط باكثر سرعه رامي البدوي ولا العواد انا الحقيقه را شونجمون صحيح ما فيهش حتى في مخي انا كل واحد ورايه وقت اللي يحطوا لك كاتر اتاكون اوتوماتيكمون لازم تعمل التفوق العدد تحط تانسانكيام هذه ما فيهاش تانسانكيام سي ميليو تيران اون بلوس اون بلوس علاش نحي انا ميليو تيران نحط لاعب احمد ربي اللي ما تسجلش هدف انت لو كان التسديده نتاع شو اسمه نتاع ايو على ما اظن اللي الى دي في سي تسجلت شنو تاخذ تقرا شكون تحكي على البرولونغاسيون انت نحكيو على 90 دقيقه على شو اسمه كل شيء تقرا جوست دونك شونجمون لازم يصير وقتها انا رابح شنو لازم نعمل؟ هو يلعب بالكاتر اتاكون نزيد نقعد نستنى ليني ماركيولي لازم نعمل سوبريوريتي نوميريك انا شوف
ميزا بار كان رامي ما ساش ودخلت الكره ولا شده تحكيوا على هذا كان باش تقعد هيك ما فماش حتى شيء احنا نحكيوا بالكان ما نوصلوش احنا نحكيوا على اي متوقع هي باش يمسها براس ومعز ما شدهاش باش متوقع دونك هذا يحكي لك على التوازن نتاع ليكيب ما يحكيلكش على التبديل انت كي خرجت الخنيسي فقدنا التوازن فقدنا القوه نتاعنا قدام شويه عندك الخزري عندك الخزري نجم يلعب اتاكون سيبوزو تضرب الخنيسي تعمل الشونجمون نتاعك سامحني نجم تعمل الشونجمون نتاعك وتخلي التوازن نتاعك مريكل الكره ما تتمناش الكره ما تتمناش الخزري هو نجم تكون في ترانسفير نجم تعمل 1 مينوت 2 مينوت 5 مينوت هذوك كنا نجم وزاد ممكن نحنا نزيد ماركيو فيهم شوف شوف لوجيك دي شوز لوجيك دي شوز سؤال باش نجي لوجيك دي شوز مش نحكيو على التغيير تو لا لوجيك دي شوز مازالو خمس دقائق مازالو خمس دقائق المنافسه لعب لي باربع مهاجمين لازم نزيد ان سانكيام نجم نرجع عليه علاش هو قال يفوت عليه علاش نرجع دومي باش نرجع نفوز باش نولي لحظه خالد علاش هما يفوزوا علينا طريقه اللعب نتاعهم علاش مش انا نمبوزي عليهم ولا لا انت رابح انت من مصلحتك تستحفظ مش من مصلحتك تستحفظ ماله خمسه دقائق مصلحتك هاك ما استحفظتش الكره راهي هذيك تجي واحدة في المية تضرب برا راسك ماركه شو اسمعني سامحوني معناها خاطر واحد رابح انا زيرو ضد غانا لا لوجيك تقول طمع باش يزيد الثاني هو مازالو خمسه دقائق شنو دونك شنو هنا معناتها لونترينور اي مدرب معناتها بالنسبه لي هو باش يستحفظ على النتيجه ومازال عنده دو شونجمون اللي هو جوار دو شون وعنده بوتيتر غارديان بوت خليه من بعد باش كان باش يبدل كيما عمل دخل فاروق مش الما ذاك الغارديان بوت خلى من بعد هو كي دخل رامي كي دخل رامي كيما قال خالد حب معناتها يولي عنده سوبريوريتي نوميريك معقول شونجمون معقول كان نجم يدخل العواضي لكن ممكن في كونتكست اخر يكون هو مثلا الوقت مازال يحب هو يرونفورسي الميلو تيران بوتيتر يحب يعمل ماتش نول اما الماتش هذا فيه اليمناسيون ديريكت وانت رابح انا زيرو ومازال خمس دقائق معناتها بيرفيو تون كي تخلى رامي اقل دونك كل واحد وراي وما حتى من بعد سيبو بكر راهو عنده اتاكون كي تقول لي انت ما عادش عندنا اتاكون ساعه اول حاجه الخنيسي تعب مسكين ما تعب اعطاه كل ما عنده الى ايتي ريكومبونسي ربي يجازيه السيد هذاك بس ما تعبش شوف لي زاكسيون دونجوروز كل عملهم هو جري معناها اتوري ترافي اللي اونكور دون كو اي لكن تعب ينجم يكون تعب علاش قلت تعب علاش قلت عنده خزري عنده الخزري اي بو فير معناتها لو ميم رول معناتها ينجم يكون بون الخزري تحته سليتي وتحته معناها غيلان وفرجاني ساسي دونك ماشي كاليتي ما نجم في الوقت هذاك يلعب على تاكو انا حسب رايي معناتها هذا هو بون كل واحد وراي مش لازم الكل نكونوا نفس الراي الضفه اليمين عندها راي والضفه اليسار عندها راي شوف شوف دو مومون سامحني بالاخر نخت بعد اذنك دو مومون ليكيب لا غاني لو ستاف لا ريزون دو سكي لا في مادام الفريق انتصر التغييرات اللي صارت هذاك انت ولو انه احنا هنا نقراو قراءه اخرى صحيح خالد نحن نحكي على باقي التغييرات اللي عملها مثلا الخازري بلاست كان البادي بوست باي بوست هل سيت بلاست المسك هو الشونجمون هو الشونجمون بتاع الخازري الحقيقه هو اللي اعطى برشا اضافه للمنتخب اعطانا بروفوندور الخازري اللي مسنس كيلعب اتاكو ما عندش بروفوندور لكن اول كره خذاها في البروفوندور وجابت اوكازيون بوت اللي تمس في يد المدافع كان تسجل هدف اعطانا برشا واحد سيورتي بالكره ما عادش نطيش الكره خاطر لقينا ان جوار دابي واحد اخر اللي عنده التكنيك كبير في الهدف اللي قاعدين نشوفوا فيه نتاع من الخازري جوستومون اعطانا يعني الرول نتاعو كان فريمون تري انفلوون بوزيتيفمون اللي ملاعب فري عطانا اللي يلزم الكل شوف الرول نتاعو كيفاش لهنا يعني التكنيك اللي عطاه سي با فاسيل الخنيسي عمل الكل ما شاء الله اليوم هو في الاكسيون كامله كشريد الخنيسي كيف كيف علاش قلت لك ما نجحنا كان في ليزاتاك بلاسي وقت الفيزيونومي دو ماتش تفرض علينا ننجحوا في ليزاتاك رابيد خاطر المنافس شادنا في الشطر نتاعنا دونك لهنا وقت تفك الكره لازمك تمشي فيس على القدام خاطر فما سباس لكن مع هذا تشوف على طول الماتش نجحنا في ليزاكسيون هذوما اللي يصير ديكالاج من لي لاتيرو وسور 22 كانت تو العمليه كانت مركزه منتخبنا نجمو جوستومون مركزه كانت ما كانتش اتاك رابيد رغم كيما قلت لك المنافس كان ضاغط علينا فما ديزيسباس التالي شونجمون كيف كيف نتاع
عسليتي وبيوسف المساكني بوست بار بوست. يوسف اليوم عملنا رول اكسبسيونيل سورتو ديفنسيفمون، ممكن هذاك علاش على المستوى الهجومي ما لقاش ممكن ما لقاش والله بدنيا مع وقتها ما نجبت تطلب منه اكثر من هكاك يعني، جوست كان اللعب نتاعو سامبل. نقعد في راي شانجمون نتاع البدوي الحقيقه، حطوا لي كاتر اتاكون لازمني نزيد ان سانكيام ديفونسور. مالوريزمون جات الكوره نتاع هدف التعادل يا فيكسا. من بعد ولا كشريدة قدم كومان جوار كولوار وقعد رامي لاتيرال دروا، ما خسرناش برشا. الحاجه الوحيده اللي خسرناها ممكن البروفوندور، الخاطر نعرفوا نحبوا ناكل الخزري ما يعطيكش بروفوندور، مي مع ذاك ولا عندك كم بلوك فريمون نتاع دو لين نتاع واحده في اربعه واحده خمسه قدامه اللي يصعب على اي كان يتعداها. دونك انا الحقيقه التصرف نتاع المدرب اليوم من الديبار نتاع الماتش والتشكيله اللي هبطت كانت في 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 بلاصتها حسب رايي. لي شانجمون كيف كيف هذا الكل راهو يقعد. ديما نقولوا الملاعبي هما اللي عندهم هما اللي نجحوا ولا يفشلوا، وهم لي زاكتير هما اللي نجحوا ولا يفشلوا السيستم نتاع المدرب ولا الخطط نتاعه والا اللي يحضروا الكل. اليوم الملاعبي الحقيقه كانوا تري ابليكي، ما ليناش ديغاف كبار بار الهدف نتاع البدوي اللي تنجم تمثل ديفونسور نجم يمثل الكره ولا صاريب با. ممكن معاذ حسن كان ينجم يريكوبير المسه نتاع البدوي براسه، لكن معاذ حسن ما عندنا زوج ثلاثه كور زاد اليوم ما ننساوش، عندنا زوج ثلاثه كور اللي كانوا في وقت خايب كانوا لو تسجلوا يمكن حتى ما نرجعوش في الماتش. ديما نحكيو شوف في المستوى هذا وقت اللي يبدا فما اونفي فما ناس تحب تعطي، وهذا اللي رناه اليوم. وانفان ربي جزانا على الكونسنتراسيون تاعنا ان ما لاشيناش سورتو، مش ساهل ديما نقول لك راهو في 90 دقيقه تقبل هدف المنافس نتاعك سورمون باش ياخذ هذيك الدوسو مونتالمون ولا مورالمون. الحمد لله الاولاد قاعدوا كونسونتري للاخر البينالتيات راهو سي با فاسيل تلقى الملاعبيه باللوسيديتي هذاك من بعد 120 مينوت من نيفور. الناس الكل تشوف لي بينالتي كلهم تشاتوا فريمون يعني بطريقه يعني محترفه. وصلنا للبيك خالد، وصلنا للبيك ولا ما وصلناش زعما فيزيكمون؟ كيفاش؟ البيك فيزيكمون وصلنا له ولا مازال؟ الحقيقه كي تلعب 120 مينوت في مستوى هذايا نجم تقول لكن باقي فما حاجه ناقصه ممكن تنطيره والضربه هكا فما حاجه نفسيا معناها يستناو في ربح يستناو في حاجه ان شاء الله ماتش غانا هذا يعطي جوينا حقبيلة سورمون الماتش هذا باش يعطي دفعه كبيره ياسر. ديما نذكر اللي هو اول فوز للمنتخب التونسي في تاريخه في كاس افريقيا على المنتخب الغاني. باهي نجي معاك مباكرة التغيير اللي اثر الجدل معز حسن في التغيير نتاعو ما عرفش احنا نسال وانت مدرب حراس اسكو مش نورمالمون يكون في باله الجارديان اللي باش يخلص البينالتيات؟ تصرف نحكيه على تصرف فما حاجة إيجابي وفما حاجة سلبي. السلبي هو معز حسن يزمه يمتثل القرار متاع المدرب لما يخرجه. التصرف اللي كان عنده تصرف غلط، هذا مو متفقين فيه. بالنسبة لخروجه تفاجأ هو، يعني شفناه تفاجأ. يعني المفروض مدرب الحراس في الحصة التدريبية نتاعو يلمح له حتى، يعني أنا نعرف فما حارس اختصاص بلنتيات تعرف وليد معروف اللي هو معناه اختصاص بلنتيات، حتى الحارس الاول يعرف اللي الحارس الثاني صاحبه راهم تاع ضربة جزاء ومتحضر. معز حسن اليوم ماهوش متحضر تفاجئ. هذا دور مدرب الحراس. مدرب الحراس كي تبدا عندك خبره في اخر حصه تدريبيه ممكن باش ما تمسوش هو في شخصيته تقول له مثلا في صوره ما باش نتعداو ضربات الجزاء ممكن باش نغش المنافس، معناها هي امور ذهنيه. محمد حمدي القصراوي اللي صار تتصور قال له ولا ما قالوش سي بوبكر؟ والله حسب معز حسب الرياكسيون ما قالوش. يعني نقول لك انا حسب الرياكسيون تاع معز خاطر يقول لك البونتو مني ما نحبش نخرج لا 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 خاطر من السبعات يبدا في باله مو هكا معناتها ما يكونش عنده حتى فكره صغيره صعيب يبدا في باله ما في بالوش. انا نقول لك اللي ما في بالوش محمد حمدي القصراوي سي بوبكر محمد حمدي اللي صار ممكن غلطه صارت ممكن خاطر هذه تصير مع المدرب وتقرا القراءات الكل شنو باش يصير في المباراه ضربه الجزاء توفى في 90 دقيقه معناها تقرا هذه الحلول قبل ما تصير لازمك انت تقرا الحلول انت كمدرب حراس مع الاطار الفني نتاعك تحط الحلول في صوره ما مو عملوا ضربه جزاء ومش عملوا ضربه جزاء في التمارين تبدا عندك مجد تلعب كل يوم تعمل ضربه جزاء انت هنا لازمك تحضر الحارس يا تخليه هو معناها باش يشد البيلانتيات نتاعو ما تكلموش لانه تفاجئ وما حبش يخرج
نو وتخرج ما تبغاش. بون سلبي كونه انا حسيت معز حسن علاش؟ لانه يتحمل المسؤوليه، عرف اللي هو تحمل المسؤوليه في الهدف اللي كلاه. حب يرجع خاطر عمل مباراه طيبه. هو تحمل مسؤوليه معناتها منه هو. لا يتحمل. فسرنا التكنيك كيفاش؟ شوف شو يقول لك كان ترجع للصوره تتعرف. كان ترجع للصوره. تشوفون الصوره نتاع الهدف بعيد توجيه. هو حس اللي كون الهدف يتحمل مسؤوليه، مش تحمل مسؤوليه ولا ديما نقول معز حسن راهو ناقص دي كومبيتيسيون. قاعدين نشاهدوا فيه. نحب نوقف الكوره من الاول كانت توقف لي الكوره احنا ديما نوقف تو ثلاثه وحط ثلاثه. تخرج من هما ثلاثه الاهداف تو يقبلهم المنتخب الوطني التونسي يتحمل مسؤوليه. نحاول نرجعوا للهدف من الاول ما عادش عندنا والا قبل ما تشوف الكوره من الكفران المساحه اللي كانت بعيده الكفران بعيد لا الكفران قبل ما يشوت عندنا الهدف من الاول ولا من أول الديستانس اللي شات منها الكفران الديستانس شوف الديستانس ديستانس بعيدة شوف الديفانس وين موجودة كان شوف معز حسن التمركز نتاعه كان في وسط عليني بريسك نتاع المرمى نتاعه وكان ينجم يكون متقدم خاطر ما ينجمش يسجل هنا وكان هنا ريت هنا هذه في الوقت الضايع معناها هنا نص ساعة إضافية زدناها زايدة مصيفته هو نحن نعرف معز حسن اللي هو قوي في الكرات العالية كان ينجم يخرج معناها كان ينجم يفضل المشكل كامل تبدا قوه شخصيته يبدا عليني نتاع السيمات نتاعو يخرج ممكن كان ما مشاش تمالك زغالت معناها تقول في البلاريتي هذه في البار بتبيعها شوف الكره وين انت شوف الكره وين شوف الديفون شوف التمركز نتاعو شوف وزيد تاخر المفروض هو يقعد على السيمات ريتو كان جاي في نص الستة متر يطلع يضرب الكره ممكن بالبوكس وممكن ياخذ فاول وين الحارس المرمى القوي نلقاك في الوقت الحرج هذا وقت حرج هذا وقت معناه في الوقت الضايع خلاص المباراه توفيت ينزل نلقاك في هذا الوقت هذا الوقت ينزل نلقاك فيه حاجه اخرى ابو بكر الكره ماشي على ياسر ماشي اون كلوش اللي تحت البار انا قاطبيت انا كيفاش الديتونت نتاعو فيرتيكال ما يعني مطلب لا باش نقول لك علاش كان تعاود التمركز نتاعو باش نعاودوه شو عمل زيد عمل خطوتين لقدام شوف شوف بعد ما يضربها رامي بعد ما تمسك شوف مشى لقدام ريت خطوه اللي عملها لقدام وبدنه نازل لوته معناها البدن نتاعو نازل كان جا واقف في مكانه نفس الهدف اللي كلاه الاولاني كان جا واقف في مكانه وياخذ الكره هو في الضربه نتاع البدوي زاد عمل شيء مشكله سوء تقدير تركيز شوف ناقص كومبيتيسيون دي روبير فيزيك فيزيك وريد دي روبير وزيد هو كلابونتو في كورنير ديريكت قعدت له كل الهاجس معناها في مخ لكن بعد معناها كره سهله معناها كان جا واقف معناها واقف بركه واقف مستوي معناها هنا حال الكره هو عمل دو با لقدام عمل دو با كي عمل لك دو با هذوكم التوازن نتاعو دخل ما عادش ينجم يعمل ديتونت نتاع ان بلونجون اريير دونك شوف الخطوه اللي عملها القدام عمل يا ريت الخطوه هذيك صحيح هذيك ايوه كما قال خالد ماهيش عادي الكره ماهيش عادي خاطر عمل خطوتين القدام شوف هذا ما يمنعش اللي راهو بعد بعد الهدف هذايا راهو قام مباراه طيبه مباراه معناها كان في المستوى وذاك علاش هو حس في البلانتيات اللي كان ينجم ممكن يعاون المنتخب لكن القرار يبقى الاول والاخير الستاف تكنيك من المفروض كان ينجم يخرج على خاطر هنا وقت اللي هو معناها تغشش باش يخرج الرساله اللي قدمها الفريق بن مصطفى تنجم تكون سلبيه ينجم يتاثر فريق بن مصطفى والحمد لله يعني مرت سلامات وهو ناقص فاروق مسكين هو يعلم به كرم والحاجه الثانيه زاد الايجابيه اللي والحاجه الثانيه الايجابيه اللي اليوم انا فرحت الفريق بن مصطفى اللي استرجعنا الحارس اخر نتاعنا في الثقه نتاعو اللي معناها بالمباراة الأولانية صار تروازيام واليوم دوزيام ودخل ونحى بيلانتي وكان له معناها قصة في ترشح المنتخب معناها ربحنا معز حسن وربحنا فريق بن مصطفى وإن شاء الله المباراة القادمة يعني نقسم الأهداف هذه خاطر ثلاثة أهداف تو اللي سجلونا بنسبة مئوية يتحمل مسؤولية الحراس وليد حكينا قبيلك في الأوف قلت لي ما عجبكش برشا التصرف نتاع معز حسن ما نجمش عجبني أكيد ما نجمش ساعة الغلطة اللي عملها هذية سي بو بكر جارديان كي يدخل في اللعبة وينحي زوز ثلاثة كور معناتها صعيب باش تماركي له بونتو ولا مما بالك تقبل بونتو بالطريقة هذي أنا بالنسبة لي أنا الحارس هذايا دفعت عليه معناها وقلت وأنا ديما ندافع على الملاعبية وباش نقعد ديما ندافع على الملاعبية حياتي كاملة دفعت عليه وقلت البونتو اللي قبله ضد مالي فما ريح وكذا والكرة عملت تيفي وسي بو بكر معناتها انت تعرف اكثر مني فما امور معناها كل واحد في دومين وفي في في بوزيسيون نتاعو زايد على الاخر حاجه دفعت عليه وقلت معناتها غلطت وصار ريف وكذا انا اليوم في بلاصته هو الكرة هذه ساعه نحاها خاطر ماهيش صعيبه جمل نحن نحكي على اكسيون نتاعو شوف اجا نفهمك حاجه ونمشي نعنق رامي البدوي وندزه خاطر رامي البدوي دخل في وقت صعيب في ماتش معناها هاويتيام وفيه برشا بريسيون
انت باش شخصيه كجارديان معناتها كيفاش باش تدز اصحابك باش تنحي كوره هكا تمشي تشد صاحبك تعدي ثلاثه دقائق كوره اخرى تنحيها تخرج تبعد الناس الكل تعيط ليش تهبط بها هذا هو شو معناها جارديان دو بوت شعلينا تو انا علاش تكلمت خاطر تقلقت برشا من الكومبورتمون نتاعو اللي عملوا في اخر الماتش انا بالنسبه لي انا معناتها كملاعبي وما زلت ملاعبي كي نشوف واحد يلعب معايا يعمل هكا النجم معناتها رياكسيون نتاعي تكون حاده شويه معناها توجهه فهمت هذا دو ان دو دو كان جيت انا اليوم نراني فيه نوبليجيه باش اول حاجه يعملها ابار الفرحه ابار كل ما تقبل ما يفرح وقبل ما يغنيه يعتذر من صحابه الكل ويقول لهم خويا سامحوني داكور خاطر شوف تعمل رياكسيون اشو حاجه وتعمل كومبورتمون تاع ظاهر ان تاع ديسبري اللي ما يجيش راهو لازم يفهمها الحكايه هذه هو مازال صغير اي هاك تشوف معناها سيتو فورمي اون اوروبا ماهوش مسموح له باش يعمل هكاك خاطر اليوم هو الكومبورتمون نتاعو كان يدخل جارديان مسكين فاروق اللي هو لا خير من فاروق ولا خير من معز ولا خير من اي جول خذ فرصته نجم ناخذ قرار تاديبي تجاهه اكيد اكيد ما معناتها تصرف لا مسؤول معناها منه هو لا نحكي لك لا بالحق لا ولا بالحق اين با دروا اين با دروا خاطر اليوم كنا نخرجوا معناها بالكومبورتمون نتاعو فاروق كان ينجم معناتها اليوم ما شد حتى كوره ربي يوفقه كذا بالعكس هو كفاروق راه الكومبورتمون نتاعو ممكن زادوا هذاك اصرار باش ينحي بين انا مع ديسبري راني ما فدلكش انا بالامور هذه انا بدي ما انا حبيت اللي مشى قاعد بيه في البنك اللي قاعد بيه البنك حتى كي خرج فما رساله خايبه وصلها مشى قعد في البنك انا حبيته حتى ريت ولو ابو بكر باش ما نكونوش قاسين عليه لا مش قاسين شفناه يصفق حتى لا يصفق بعد ما بعد ما نحى بيلانتيه ما كان نحاش حتى بيلانتيه ما كانش باش يصفق انا حبيته بعد ما خرج حتى كي عمل لك رياكسيون ما حبش يخرج وما حبش يخرج راهو مش معناها هو في حد ذاته بون راهو صغير في العمر باش ما نديروش واضحين وحس اللي كونه هو يحب يعطي حاجه في بلانتيات باش يرجع الغلطه نتاعو هذا واضحين معاه واموره واضحه وحارس ممتاز انا حبيته حتى كي يتغشش والكسوره السلبيه وقت قبل ما تبدا البلانتيات حبيته يكون بجنب فاروق بن مصطفى في التيران ما يقعدش في البنك حتى كان هو متقلق حتى كان متقلق لانه سيتان سبيري دي جروب لانك راك تدافع راك هاز علم نتاع بلاد نتاع 12 مليون تونسي مش نتاع حارس ولا اثنين ولا ثلاث انا حبيته حتى كان تغشش شويه يستهدى بالله ويمشي الفريق بن مصطفى ويشجع ويقف معاه في التيران مش قاعد في البنك وبعد ما شد فريق بن مصطفى البيلانتي بالصف هذا يكون نعد تعداوه لكن لازم تكون فما امور تاديبيه احنا لما نشوفوا معنا شفنا احنا الخزري في الكوب دافريك اللي فاتت وقت خرجوا كاسبر زيك وما حبش يسلم عليه يعني التصرف يزمو يتعاقب عليه ما نتكلموا الواضح صحيح. يقول حاجه باهي نقول معاه باهي هذه راك انت مش مسؤول على نفسك فما اطار فني حتى لو تكون انت نجم وماركيت حتى 5 أهداف 6 أهداف جاء الاطار الفني خارجك يلزمك تمتثل مش انت باش تنتقد المدرب ولا باش تنتقد وخاصه زميلك دخل في وقت حرج وراو فاروق بن مصطفى باش تبدا في بالك اللي انت خذيت الفرصه في الماتش الثاني ما خذاش فاروق بن مصطفى كيفك انت وكان تروازيام جارديان وتخلي فاروق بن مصطفى اليوم من المفروض راك شجع زميلك ان شاء الله تتعدى هذه السلامات ونكونوا لحمه واحده مع بعض شوف الماتش الجاي لازم سيرتو لي جاردين بيت شوف ينجم يصير تغيير الماتش الجاي في لي جارديان والله ما نظنش ما نكونوش قاسين عليه برشا فهمتني صغير صحيح غلط ممكن زاد المسؤولين والاطار الفني باش يكونوا معاه ممكن فما عقوبه ماليه ولا تاديبيه خفيفه لكن يطلب الاعتذار يطلب الاعتذار وهذه درس ما نقعدوش كل مره احنا واحد يعمل لنا العمليه هذه ولا يخرج تغشش وكذا انت مع المجموعه انت في الجروب جروب دي 23 مش في ال11 ولا في ال18 في الجروب دي 23 تنجم تكون تيتولير كما تنجم تكون اور ليست لازم تمثل هذه الدوله التونسيه تمثلها 23 لاعب الكلهم نحبهم كيف كيف في التيران الناس كل سوليدير وان شاء الله تتعدى سلامات وكذا شنو حبيت تقول تيرا اللي حبيته هو نقول هو الحاجات هذه راه تصير في الجمعيات الكل لكن طريقه تاثيرها هذاك هو السكري وهذاك هو اللي يعطي قوه الاطار الفني
يلزم يعرف كيفاش ياخذ الحالات هذه لانه هو موجود على عين المكان، يعرف كيفاش يوظفها في الاتجاه الايجابي، مش معناتها ما يتعقبش، لا يلزم الامور تبدا كلير قدام الجروب اللي كون راهو لاتيتود، مي يفو با بيردر لو جوار، ما لازمش تخسروا خاطر الجوار النجم في وقت من الاوقات تستحق له اكثر واحد هذاك، رغم انه الخطا راه مش خطا الكره الثابته اللي جابت الهدف فقط، حكاب وبكر فسر بالكدا كيفاش كره عاليه وكره وخرج، ثم الخطا المضاعف انه قدم القدام بعد ما ضربها رامي وفاتاته، لو ترجع فما كانت عنده اصابه على عينه. الاصابه هذيك يتحمل مسؤوليتها هو، تعرفش علاش؟ لانه خرج الكره وكان فيه الكشريده، من المفروض انه يسيح بقوه باش حتى اللاعب صاحبه ما عادش يحط ساقه يبعد، دونك هنا فما نقص نتاع شراسه في الكوميونيكاسيون. هذوما دي ديتاي يتصلحوا دي مومون او ليكيب ماشي على كور بوزيتيف والولد مازال صغير لانه جاي لهنا يتعلم. بحكم ما عندوش كومبيتيسيون برشا، عنده خصائص كبيره وهنا عندنا سبيسياليست اللي نجم يقولنا بذلك، لكن قادر عنده مارج دو بروغريسيون، دونك يفو اون بروفيتي باش نحطوه في المنهج الصحيح، دور خاصه الاطار الفني نتاعو، دور الاطار الاداري باش يخلي المجموعه ديما سوليد، ونتصور انه الترشح باش يعاود يرجع الفريق في ديناميك ايجابيه لبقيه مشوار. وليد انت مع صراحه جوست حاجه برك يرسبكت اصحابه لازم يتعلمها هذايا مادامو صغير يتعلم يرسبكت اصحابه، على خاطر انا خالد معناتها جوست فيسع فيسع معناتها نكمل الحكايه خاطر والله تقلقت منها والله سيريوزمون خاطر فاروق كيف نقول لك لا لا مش شوف مادام شوف حارس ممتاز داكورد وعمل ماتش باهي وحب يكمل داكورد نتكلم وراه ترشحنا راهو نتكلم انا بالنسبه لي سي انادميسيبل يا خالد راهو ما قلتلكش باش تطردوه ولا لا لكن لازمو يعرف اللي هو لازمو يقدر اصحابه خاطر اجا نحكيو تكنيكمون يهو غلط اكثر من فاروق بالمصطفى خلينا نتكلموا كوره معناها يهو فاروق على غلطه مسكين خويا ماسكي انا بالنسبه لي مش ملعاني وكذا حتى معز اي دونك هو تو فاروق حتى ما يحب يستحفظ على الامبيونس اخي هو فاروق شنو باش يقول؟ باش يقول السيد هذا مش معايا ما ماناش فرد اوني با سور لا ميم لونغور دو رانا فور فاروق لا لا سكو ياسور هو ماهوش يقصد فاروق هو يقصد على يحب هو يكمل صحيت هو يحب يكمل من بوتيتر كيما قلنا احنا حس روحه اللي غلط في الماتش يحب يصلح ني بلوس ني موا هذا كل جو كذب عليك راه كل ملاعب عنده ديما يحب في الوقت في لي مومون هذوما ماذا به يوصل هو وهو يهز ليكيب فهمت انا نصور موازح سنه هذاك الاسبري نتاعو اللي هو حب يكمل باش يربح ليكيب خاطر يمكن يرى في روحه هو بري اريا يعني حتى شيء كونتر فاروق ولا المدرب نتاعو اللي هو عليه كونه هو مش متحضر من الاول لا جوستومون اي هذاك فما دي ديتاي لازم كتب عندك كونتر جاردان بيوت عنده الاكسبيريونس مش بالعكس الكسراوي مش نلوم فيه بالعكس خونا وصاحبنا كذا لكن هذوما اللي نحكيو فيها كي تبدا عندك الاكسبيريونس وتقرا قراءات الكل وتبدا محنك وينجم يكون معز حسن راهو يشد البلانتيات معناها ما احنا نعرفوش ينجم يشد كون كان هبط هو يشد ثلاثه ممكن ما يشد حتى واحده لكن انت كمدرب تحذر السيد هذا في خروجه لانه مفاجئ تقول ما مش طايح له من قيمته تقول له مثلا في صوره ما نتعداو البلانتيات ممكن باش نلعبوا على المنافس وصارت هذه واللي تعرف هذه جارديان غول يبدا عندك في الكاش وزوز قول تعرفهم باين بسيكولوجيكمون للفريق المنافس للجوارات المنافسين باش تبدلوا الجارديان باش تمسهم نفسانيا هذيك هي اللي اما تحضروا قبل خاطر هو معز حسن كان يعرف فاروق بن مصطفى سبيساليتي بلانتيات راهو خرج عادي جدا راهو خرج قبل الوقت هذاك خرجنا معاك في الماتش حكيت انا تكنيكمون على فاروق في البلانتيات كانت فما ملاحظه نحبوا حتى فاروق يسمعها كان وقت اللي قلت لي في ضربه الجزاء على الخطوه اللي عملها ولا لا هو فما كرة تبعهم فاروق سيفري فما جارديان يتبع الكره لكن كي تتبع الكره ما تنجمش تخلط على خاطر الكره ديما كي تمشي يعرف وليد ديما تمشي وتبعد انا شفت فاروق في البلانتيات معناها الكره اللي تبعهم صحيح بارك الله عليه لكن راك باش تتبع الكره سيرتو في القانون الجديد السقيق عليني ما تنجمش تخلط على الكره كان ينجم يعمل دو باشاسي يعمل با اثنين معناها انا باش نقرر باش نمشي على اليمين لازم بلوكي اليمين يعني نعمل خطوه الثانيه هي اللي تعطيني الاكسبلوزيفيتي معناها من مكاني باش نمشي بلونجون مع صعيبه شويه خاطر الكره ماشيه وتبعد اما كي باش نقرر باش نمشي على اليمين 100% نعمل خطوه وبعد نزيد معناها ما مش مكاني ان نقفز ما تخلطش على الكره نعمل خطوه اخرى مع نقفز الخطوه الثانيه هي اللي تعطيك الاكسبلوزيفيتي وتعطيك ليلون والقصه نتاع الباركور نتاع الواحد بون هو شوف معناها حتى كي الكوره خاصه ضربه الجزاء الاولانيه مشى لها فاروق مصطفى في وقت معين ومسها بيده بالكدا بالكدا اما كانت بيان تيري قوية ياسر صحيح معناها كان عمل لي دو باشاسي معناها سرق با واثنين عليني كان ينجم معناها ممكن تجي حتى فيد وليد انت مع تبديل الجارديان ولا
شنو مع تبديل في البلانتيات في الماتش؟ لا لا في الماتش الجاي ماتش مدغشقر. رجعوا فريق سيرتو كونفيونس والالمان حاضر ولا لا؟ ليه شوف البلانتيات ما عندهم حتى دخل. انا شوف تحب نقول لك حاجه، ساعات واحد راهو معناتها مش ساعات، هي ديما لا بروميير امبرسيون ديما باهي، كي حتى كي تسال واحد لا بروميير امبرسيون كي يقولها لك، ومن بعد انت تو بينك وبين روحك يا تاخذها يا كذا. ما عرفش كان شاطرني شويه الراي ولا سيدي ذا. واحد كي خمم في حاجه ويقولها ديريكتومون، اول امبرسيون واحد تجي ساعات تكون صحيحه معناها على الاخر. انا كي على الفورماسيون وقت اللي تسالت وكل شيء صدقني نحكي لك، مش معناتها عندي باش نميز فلان على فلان، لا بالعكس، كنت بوتيتر لاعب معز بن شريفي انا اليوم مثلا. اليوم هاي نجم نلعبو عادش بيه. علاش؟ نجم نلعبو باش نعطيه فرصه. فرصه في ماتش ثم النهائي معناها ما ايه عادش بيه ياخذ فرصه، معناها شنو المشكل؟ هاو فرجاني لعب اليوم، لعب 20 مينوت ودخل، وفرجاني ساسه ولعب، ومعز معناها ماهوش ناقص اكسبيريونس على على فرجاني ولا صعيبه في الجارديان كان ينجم ياخذ. هي لا صحيح، اما الفرصه نتاع معز بن شريفيه كان ينجم ياخذها في تروزيام ماتش، هذاك حقه بالنسبه لي انا. بالنسبه لي انا هذاك حق معز بن شريفيه، اما هو لعب ماتش موريتانيا عطاه دوزيام شونس والاكيب معناها تعديت، والاكيليبر نتاع الاكيب ماك تعرف هي لخبطة صارت في حراس المرمى. وانت تعرف وليد كي تبدا انت تلعب في اللاكس مع واحد اخر وانا جارديان ونحيل لي زوز في اللاكس، انا جارديان راني نولي على اعصابي. معاش نحيل لي ريال دروا ريال جوش، ما عندي حتى مشكله. انت زاد دو في اللاكس كل مره تلعب لك جارديان، انتم حتى بيتكم اللي دو في اللاكس تبي بيرتوربي كل مره يبدل لك جارديان. بون صارت لخبطه تعديناها سلامات. طب كمل معز حسن خذا فيه الاختيار، يكمل معز حسن اليوم ابار الهدف اللي كلاه ممكن كان يتكلف لنا غالي. يطلب السماح يسامحوه اصحابه ويكمل. باش يكمل هو عمل مباراه طيب جيده، فما كور معناها كان واقف صحيح نحانا برشا كرات، اعطاها دفعه معناها ولات فما كيلو اوتوماتيزم على اربع ديفونسيرات نتاعنا، نكملوا نواصلوا ان شاء الله. الاخذ الاهداف هذوما الساذج نتاع الساذجه ما عادش ناكلوهم، لان ثلاثه جوال اللي كليناهم انا بالنسبه لي ثلاثه الجوال تحملوا مسؤوليه الحراس. سامحني سي بوبكر فما نقطه تهمك انت، تهم في سبيسياليتي نتاعك الرزانه في الرولونس. معز يعني عنده تسرع، تسرع يعني في الرولونس حبر ما ياخذ الكره في بعض الاحيان يسرع، يسرع من كاس العالم اوقات خاصه لما كنا واحد صفر خويا رقد وخذ وقتك وكذا، مرتين عطى كور في اللاكس واحنا ربحينا زيرو. دونك هذوما يلزموا يكون اكثر نضج فيهم، ونتصور انه الاطار يتلهى بهم اكثر. بارفوا يفوجوا كونتر لا مونتر، معناها انت جارديان تبدا الجمعيه نتاعك تحس اللي هي معناها قاعده اللعب عندك تمشي، خليه يمشي اللعب. تلقى ليكيب نتاعك بدات تحس اللي فما ديزيكيليبر، فما جوارات تعبت وكذا، وقتها تعمل وصارت راهو. علاش احنا نقول لك راهو عندنا الخبث اللي هما ما عندهمش؟ صارت انت تعرف وليد حتى في اخر الماتش شفنا معناها هو كي طاح معناها رقد اللعب شويه، جوارات تشرب شريبه ماء ترجع للنفس نتاعها. هذيك هو الخبث اللي عندنا احنا في شمال افريقيا هما ما عندهمش. ولهذا معناها موز حسن حتى في الكاس العالم لما شفناه دوب ما ياخذ الكوره يعمل رونس رابيد ورا بعضه. لا في اوقات لازمك تعرف الفوجوي كونتر لامونتا، ترتاح اصحابك تهدي اللعب ياخذهم ياخذ نفس واحد. ما هذه تجربه لا محاله، ان شاء الله نواصلوا بالربح هذا تتصلح برشا حاجات. انا قلت لك راه احنا عشنا في الجروب وتعرف كي تبدا انت خاسر ولا متعادل يبدا جوك خايب، وتبدا تصرفات وستريس. كي تبدا رابح حتى الجوار كي تبدا فما تعليمات ياخذها ريسبتيف ريسبتيف، وتبدا في الاجواء وتبدا الفرحه وكذا. وممكن انا نغارنتيلك انا قلتها قبل، إذا نفوتوا غانا باش نمشيو بعيد في الكوب دافريك. على روحنا رد بالك سي أبو بكر، الميساج اللي يجمو يتعدى مدغشقر أصعب من غانا. إذا مشى ميساج اللي احنا جوستومون باش نحلوا الملف نتاع مدغشقر باش نصل لك انت سي ريفا، تجربة مقابلة مدغشقر 8 نتاع الليل إن شاء الله، كيفاش تشوفهم؟ تعرف شوية ليكيب هذي وعندك ملاعب يظهر لي يلعب في مدغشقر. فعلا أندريا اللي هو المهاجم اللي مسجل زوج أهداف لحد الآن. شوف مدغشقر في البول تاعها قبل ما توصل لكاس افريقيا في الكاليفيكاسيون، تعرف شكون كان معاها؟ كانت معاها السنغال فرد بول، مش توا في الكاس في الاول معناتها قبل ما يوصلوا للنهائيات. يعني وصلوا عملوا معاهم ماشنيل في مدغشقر وخسروا معاهم بسيف في 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 السنغال. فريق انا نقول لك حاجه، اللي كونه تلمو لعب مع بعضه اكتسب سوليداريتي كبيره. فريق الخاصيه اللي تميزوا على الفرق الاخرين السريع، مش فقط للمهاجمين تاعو، حتى المدافعين تاعو سريعين
كان تشوف الهدف اللي تسجل الاخرين اللي سجلوه في الثمن النهائي، مدافع ايمن في الانتقال تاعو عمل 60 متر بسرعه فظيعه، وصل سنتر كره باش زميله بكره راسيه سجلها. هذه واحد. اثنين، الفريق هذا عنده عزيمه، ان ديترميناسيون كبيره، راه يدافع في بعض الاحيان بشكل جماعي في شطر الطيران تاعو، ولما تجي فرصه شطر فرصه تلقاه يشد فيها لو ماكسيموم. دونك انا شنو نقول، فريقنا يلزمه ياخذ هذه مدغشقر رد بنا، كان ناخذوها كيما مالي كيما موريتانيا ولا كيما انغولا، كيما انغولا ولا موريتانيا، وقت اللي خذينا اللي احنا الفريق اللي عنده اكثر شانس وهم ما همش. شفتوا شنو اللي صار؟ اذا ناخذوه بعين الاعتبار ونقولوا هذا فريق يخوف، والفريق هذا راهو اكثر من غانا باش يكون عنده، نعرف ماهيش ساهل راهو في المونتال، يفو بوكو دي ترافاي كسوا مصطاف ولا حتى جوارات، سورتو في جوارات وقتها خاطر طريقه اللعب باش تكون مغالفه، مش شو اسمه، مش فريق مدغشقر هو اللي باش يشدك الكره ويلفا تو بريسي في ال 18 متر تاعك، باش يعملوا اكثر الهجمات السريعه والمرتده اللي هي خاصيه من خاصيتهم. اندريا اللاعب اللي تحكي عليه، تصور احنا جبناه في بدايه الموسم لما اخترته كان عنده اصابه مضاعفه، يعني كسر مضاعف في الشفي، من شهر جويليه الى شهر سبتمبر الى شهر اكتوبر لم يلعب ولا مباراه، تقريبا 9 جولات وهو غايب من 38، دخل اساسي معايا من الجوله العاشره الى نهايه الموسم كان احسن هداف في البطوله، باش تعرف 22 هدف سجل، باش تعرف اللي كون اللاعب هذايا عنده امكانيات نتاع مهاجم، واللي بلوس دو دونجي اللي عنده هو كونتيليو موفمون، وقت اللي يبدا حركي يكون اكثر خطير. الهدف اللي سجله في مباراته الاولى خذا كره تقريب في السماء، عمل ان كونترول وهزها بحارس المرمى، وهنا قوته سي كو سي ان اليمون سي ان جوور كي كابابل دونشيني ان اليمون تكنيك تو توني تون موفمون، معناتها يربط عمليه فنيه وهو حركي في اقصى الحركه نتاعو، شوز كي تري ديفيسيل بور لي جوور، صعيب انك تعمل حركه فنيه قويه وانت في اقصى الحركه نتاعك، ف السرعه نتاعك عفوا. فهذايا يلزم المدافعين تاعنا ياخذوه بعين الاعتبار، ما يخلولوش اسباس خاصه باش يتصرف، خاطر كي يبدا فاسو جو اللي تري دونجورو. مانيش نكبر فيها ولا نكبر في مدغشقر اللي هي، لكن هكذا ربحت كل المباريات نتاعها اي كومبري لان كانت متقدمه ضد الكونغو، والكونغو هي اللي عدلت. واضح. نهار الخميس دونك تونس مدغشقر في ثمانيه نتاع الليل، خالد نلقاو في برشا صعوبات مع ليكيبات اللي سواديزون اقل منا في المستوى. ما عادش فما راهو منتخبات اقل منا برشا، اقل منا صحيح في التاريخ ممكن في الفورما اكتويال، ما مش اقل منا برشا. اليوم الناس كل تعلمت تقف وما يعرف يقف لك، فهمت؟ بقى من بعد سو كي في لا ديفيرونس سي لي كاليتي تكنيك انديفيدويل، احنا ممكن عندنا اكثر من لعبيه اللي انديفيدويل ما ينجموا يعملوا لك حاجات من دي زامبريفيو، يجيبوا لك اهداف، يعملوا يفون لا ديفيرونس، هما ممكن يعملوا على المجموعه اكثر، يحطوا لك دو يعني دو ريدو، يبداوا منظمين ويلعبوا على لي كاليتي نتاعهم لي كونتر ولا لي زاتاك رابيد. مدغشقر ليكيب محترمه برشا كما قال رضا، عندهم خاصيه رهيبه في عند ليكيب الكونغو، حتى بارابور للمورفولوجي نتاعهم، فهمهم جوتوير دي جو يعني دي جوار متوسطين القامه نتاعهم، ما فيفاس تري تري فيف تري فيف، فهمني؟ شوف امادار شخصيا اللي نعرفه ملاعب اللي سجل المباراه اللي فاتت من هدف ممتاز جدا، اللاعبين الكل عندهم الخاصيه هذه. ممكن هذا اللي قلقنا، مع نتوقعوا باش يكون فريق اللي منظم باش يعمل لك بلوك با باش يلعب الكونتر اتاك دي زيليمون رابيد، هذا يقعد راهو سي مونتال. اليوم كان تاخذنا تخدم لاعبيتنا وملاعبتهم انا لي مو باري لي مو، تلقانا احنا خير في كل شيء، يعني ستاتيستيك ما في النيفو نلعبوا فيه في الخبره في كل شيء، لكن يقعد لو مونتال هما سو كي سور لو تو ما عندهم ما يخسروا، قد ما يزيد يقدموا يصلا ديجا هما لا هما ديجا عملوا ميسيون كومبلي ميسيون كومبلي ما عندهم حتى اشكال. دونك لهنا يقعد التحضير على المستوى الذهني، واحنا عاده ضد اللي قل منا نلقاو مشاكل، من الراس الاخضر للغينيا الاستوائيه للملاوي للملاوي لبوتسوانا ما نعرفش لغيره جوستومون، هما ممكن هذه لا فورس دو سيت ايكيب اللي لحد الان ممكن العباد مازالت ماهيش متخيله اللي فما ايكيب اسمها مدغشقر وباهيه، واللي الناس كل قاعده تفاجئ بها. اليوم نقول لك ربحت نيجيريا ماهيش مفاجاه، يعني فيو ليكيب شنو تنجم تعمل، ربحت نيجيريا تسحق تربح نيجيريا، ربحت الكونغو اللي تسحق تربح الكونغو. دونك يلفو فير تريز اتونسيون، احنا نحبوا نكرهوا الموتيفاسيون لازم تكون موجوده. اليوم عندنا فرصه كبيره نلقاو روحنا في الدومي فينال، بعد دومي فينال سوري ماتش غنروح في الفينال، في الفينال ما عندكش ليكيب اورغانيزاتور، ما عندكش كامرون، ما عندك فهمت ما
دونك لهنا راهي الظروف مواتنه، لازم نلقاو احنا بعد مدغشقر في ديناميك دو فيكتوار وديناميك تنجم تخليك حتى تهز الكوب دافريك. سامحني فما معلومه هامه على كليت ديترميناسيون، اللاعب هذا اللي قلت لك يلعب معايا كانت فما دات فيفا تاع ماتش اميكال مع ليكيب ناسيونال تاعو، واحنا كان عندنا مباراه جد مهمه للصعود، معناتها لو نربحوها نعملوا شوط كبير باش الفريق مع العداله السعودي هكا مع العداله. تصور ناقشت مع اللاعب وقلت له اذا فما امكانيه تقنع الناخب نتاعك انك مباراه رسميه احسن لك عشان تحسن المستوى نتاعك وتكون جاهزيه، اش عمل اللاعب يا سيدي؟ وصل اقنع، بالفعل اقنع الناخب نتاعو، لعب المباراه الرسميه معايا وانتقل لمدغشقر باش لعب المباراه الوديه وعاود رجع، يعني ايزون اورغوي وي ان امور بروبر اونفير لا ناسيون، معناتها سمع الكلام ولعب الماتش الاوفيسيال لكنه ما منعوش باش مشى ولعب الماتش اميكال تاعو. دونك اون فا فوار دي جون كي ام بوكو لور ناسيون، يحبوا بلادهم بكثره في الحاله هذه. وليد حكاو بالباهي خالد وسيدا على مدغشقر، لكن كوميم هي مدغشقر وحنا تونس هذا رسمي. هي مدغشقر وحنا تونس، ما ديما نعاود نفس الكلام، راهو في اي فريق مهما كان اسمه لازمك تعطيه قيمه وقدر تحترمه. وتحترمه، راهو كي تحقر منافس راهو مشكله كبيره ياسر، معناها كي تدخل فاسيليتي ولا تدور عليك الكره ومش باهي وما نضحكوش ياسر. اي شوف سي اون بون ايكيب انديبوندامون اللي قاعد تحكيها ربحت نيجيريا درشنوا واحمد احمد و... لا 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 مش صحيح مش صحيح مش صحيح، سي اون بون ايكيب كيما قال سي رضا، عندهم معناها ابارتونونس كبيره ويلعبوا معناها يحبوا بلادهم ويحبوا يعملوا حاجه لبلادهم، لكن احنا الحمد لله اليوم معناها بالفيكتوار نتاع اليوم فما برشا حاجات ايجابيه تنجم تعاوننا معناها في المورال في الامبيونس في وسط الجروب، معناها هاك شفت صحيح سو لو بلان فيزيك سو لو بلان مونتال ليكيب قاعده تمشي وتتحسن، فما ماتش دو بروغريسيون دونك المنافس هذا ماهوش اقوى منا، نعطيه قيمته نلعبوا ماتش كوريكت ماتش بلان وان شاء الله علاش لا معناها نوصلوا للمراتب اخرى ونعملوا الاكسبلور. نكمل معاك سي بكر، ظهر لي فرصه تاريخيه باش نكونوا في دومي فينال كما قال خالد. تاريخيه احنا كما قلت انت احنا تونس، المشكل نتاعنا في ولادنا، في مشكلتنا فينا نحن، مش في مشكل في المنافس مدغشقر ولا نيجيريا ولا الكاميرون، المشكل عندنا نحن كي نبداو احنا مركزين ونحبوا نعملوا. شوف بالدليل على ذلك اليوم كي حبينا نوصلوا وصلنا، بالرغم راهو فما امور نفسيه وبعد مرحله نتاع ثلاثه مباريات معناها دخل فينا شك، وغانا ما ربحناهاش سبع مرات وعندها ربح علينا وكذا، هذه راهو احنا قاعدين هنا في الاستديو خالد ووليد واحنا لعبنا الكره، وتعرف كي تبدا سير تيران مطالب مع جمعيه معناها حتى نفسيا تتمس في مرحله خايبه. اليوم كي حبوا جوارات جابوا الفيكتوار، كي حبوا هما يفوزوا على مدغشقر، اما شنو كي يحترموها؟ راهو كي تفوز على مدغشقر ثلاثه واربعه تعتبر احترمتها، مش انا زي ولا هذيك احترام الفريق، كي تحترم لازمك تفوز عليه اربعه، كي تجيك اربعه باش تربح اربعه، تجيك سته باش تربح سته، هذاك احترام الفريق ما تحتقرش. هذه لازمنا المرحله نفوتوها تو، نحن خمسه مرات نترشح كاس العالم، ما شاء الله عندنا لاعبين فنيا معناها كذا، المباراة اليوم حرتنا نفسانيا، توا الوحدة عند جوارات، ما ظهر لي كان جوارات بجيها فرصة تاريخية مع مدغشقر، لازم يحترموها ونمروا للدور النصف النهائي، معناها أنا نغارانتي لك باش نفوزوا على إن شاء الله. هذا أكيد اللي نتمناوه الناس الكل. شكرا لك سي بوبكر، شرفنا اليوم بحضورك في ليكيبكا. يعيشك يعيشك مرحبا بالزملاء، اليوم كانت حلقه سخونه شويه، معرقنا زاد احنا شويه. شكرا لك سي رضا، مبروك علينا الترشح، ان شاء الله عقبال الترشح في ربع النهائي ومش غريب وانا متفائل. خالد المولي يعطيك صح، عايشك سلام. شكرا لك وليد الهيشي. دونك هكا نوصلوا لنهايه ليكيب كان اليوم، اكيد على وقع ترشح ممتاز للمنتخب الوطني التونسي، ان شاء الله برافو للاعبين الكل، مش على الفوز لكن على الاقل على الروح المعنويه اللي شفناها والحب الفوز اللي شفناه في المقابله نتاع اليوم، اكيد هذا المطالبين به، واكيد الناس الكل باش يكونوا وراهم في المقابلات القادمه من اجل الوصول لابعد حد يمكن في المسابقه هذه. اكيد غدوه يستأنف في الموعد كالعاده مع ليكيب كان مع زميلي حيدر الشاني انطلاقا من 9 نتاع الليل على ام تونيزيا. اجمل تحيات اسلام المتر.